اليوم ان شاء الله راني غادي للجبل ديال دوار ايتو فاسير. ومع الطلعه اللي كتدير جبل دوار ايتو فاسير كتلقى واحد الفرعيه هذه اللي كتسمى فرعيه اولاد رحو، ومفصليه كتسمى السلاح سيدي بوزيد. واحد الحاجه كتلفت الانتباه ديالي، مع هاد الفراجات ما كاينه حتى شي بلاكه اللي تضرب فيها الضو مع الليل ولا. وهذه واحد الرساله للمسؤولين ديال هاد المنطقه هذه، انكم توفروا شي بلايك اللي ما غاديش يكلفوكم بزاف بطبيعه الحال. هذه واحد الرساله اللي كنوصيها للمسؤولين والمحسنين، يعني اي واحد بغى يتطور مرحبا، ما كان حتى شي مشكل. شوف هاد الفراش كي داير مع الليل، راه ما كايناش بلاكه اللي تضرب فيها الضو ولا شي حاجه. بالمناسبه بغيت نوصل الرساله ديالي، رساله شكر للمحسنين اللي داروا هاد الطريق هذه ولا اي حاجه داروها جدال لهنا في الجبل ديال دوار ايتو فاسير، الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا ما بقاش بحال شحال هذه فقط غير بلا بيست، دابا راها ولات كودرون، باي وسيله نقل كتقدر تفوت. واخا وصلت لهنا بقيت اون بان، نقصد اي واحد راه غادي يرحب بك في احسن ترحيب. هذه معروفه عليهم من بكري، ناس من جناس من الريافه والمغاربه كاملين، معروفه علينا اهل جود والكرم. وهذه الرساله اللي قلت لكم قبيله بغيت نوصلها للمسؤولين، راه ماشي كننتقدكم لا بالعكس، انا راه ديما كنشجع المسؤولين وكنشجع المحسنين، كنشجع اي واحد. مثلا هذا الفراج هذا اللي غادي تشوفوا معايا صعيب بزاف، بحال دابا هاد بيجو هذه راه جايه في النهار غادي تبان لها الطريق، ولكن اللي جاي في الليل ما كاينه لا بلاكه لا حتى شي حاجه. وهذا حماد مطلع صالح الحوف الحصاير على البيجو ديالو، والله يجعلها في ميزان الحسنات، والله يعطي شي حجه ان شاء الله لاي واحد كيتطوع ولا يساهم سواء بالقليل ولا بالكثير. هذوك اللي داروا الطواب، اللي داروا الكراسه، اللي كيديروا تما اتاي، اللي كيديروا الطعام، اي واحد ساهم شي حاجه الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله. لاي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا، كما كتثقوا فيا كتفرجوا فيا في اليوتيوب وفي الفيسبوك، راه تقدروا تثقوا فيا تفرجوا فيا حتى في التيك توك. هذه واحد 18 ولا 19 بلي حليت واحد الصحافه في التيك توك بطبيعه الحال، حتى قالوها لي بزاف ديال الناس، الحمد لله كندير فيها فيديوهات مزيانين وفيها المشاهدات بزاف. وهذه واحد الفرصه حتى انتم تدخلوا التيك توك ديالي، تكتبوا امين المقدمي بالفرنسي وغادي يطلع لكم البروفيل ديالي، ومرحبا بكم كاملين. دابا راني قريب نوصل دوار ايتو فاسير، راه الجامعه الى كاريبه لكم حتى انتم. الناس اللي فايتين بالطوموبيل ضروري ولا بد يكون عندكم هكا شي المشايط، علاش لا تبلاصي هكا اللوطو، عندك دقيقه ولا جوج دقائق تكب داك الماء اللي شاط عليك لهنايا في هذه الكرموسه هذه اللي كاتبه لكم هنا. اللي دارها راه دار واحد صدقه جاريه ان شاء الله، وهذاك اللي غادي يدير تما الماء حتى هو غادي يكون ساهم في واحد الصدقه. وصلت لعند طلبه الغنيه عن التعريف اللي كاينه في الدخله ديال جبل دوار ايتو فاسير، ما شاء الله اللهم بارك، شوفوا على عظمه الخالق كما كتشوفوا معايا على جماليه هذا المنظر هذا، كما كتشوفوا معايا داك الكيتون اللي كنصورتو ديك المرات. ضروري غادي ننزل وغادي نضرب واحد الدوره لهنايا في عند طلبه، حتى انا راه مده ما جيت لهاد البلاصه هذه. تبارك الله اللهم بارك على جماليات هاد البلاصه هذه. دابا ما نعرفوش غادي تبان نيشان ولا لا، لانه راه الليل داك الشيء كيبان بحال داك الشيء ديال الافلام. المغاره اللي كبيره بزاف، واخا ندخلها راه كاين الليل تما. المهم المغاره مظلمه بزاف، هادي شحال هادي كانت تجري بزاف، ولكن دابا راه قليله قليله. من داك القليل غادي تعمر هاد البلاصه هادي مع واحد المده، لحقاش قطره بقطره كيحمل الواد. تخيلوا معايا كون ما كنجي لجبل دوار ايتو فاسير كنشوف هاد السلوم، ولكن والله العظيم الى اول مره نشوف هادي اللي راها هنا. غادي نجرب باش انني نطلع، واخا التراب كيزلق شويه. اللي شافها يخلينا في كومونتيرات، واللي اول مره يشوفها معايا خلينا في كومونتيرات. وكاين لهنا واحد العقبه اللي صعيبه بزاف، من ديك عند طلبه حتى لهاد البلاصه هادي، راه كانوا يطلعوا ولا يهودوا منها شي حاجه. هذا هي الدخله ديال جبل دوار ايتو فاسير. مرحبا بك اخو امين، ومرحبا بالجميع اللي بغى يجي. مرحبا دوار فاسير كيرحب بالجميع. مرحبا بكم اللي بغى يجي يحضر الصدقه، ودوار فاسير يرحب بالجميع. ايوا باش نتفقوا كاملين باللي هذه راه احسن ناسه في العالم تحت هذا السقف هذا، وفي هذه البيوت هذو اللي مبنيين بالحجر. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. حتى واحد ما كره هاد الجلسه هادي. المهم انا غادي نفطر ان شاء الله وغادي نخرج باش نصور لكم الاجواء ديال هاد الصدقه هادي وكيفاش كتفوت. اول فطور واجد كما كتشوفوا معايا. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. صباح الخير واجمل صباح الخير في العالم، هنا من جبل دوار ايتو فاسير. تبارك الله واحد داير السكنه الفوق، راه تبارك الله ما شاء الله. المهم راه بين تراب لوبيد، وكاين هذه اللي على اليمين وكاين اللي على اليسار. هادو السكان الجامع راه اون فاس، انا بنت في هذيك الدار اللي ليه. المهم خرجت في هاد لاتيراس ديال الجامع، فين كيجيو الناس كيحطوا اللواطه ديالهم باش كيتجهوا للمسجد. هذاك هو المسجد اون فاس. كان واحد الكيتون البارحه راه تعشاو لنا، تبارك الله واحد العدد ديال الناس. مع هذا الكيتون الاول تعشاو في هاد البلاصة هادي، هذا واحد لقيتو نزاعو شاوت. وبالنسبة للتواليتات هادو هما كما كتشوفو معايا، النقاوة هي هاديك 10 على 10، 6 ليات منظمين، كاين الصابون، السقايات، الما كاين كما كتشوفو معايا، وكاين لهنا 4 ديال
التواليطات اللي كاين. كما كتشوفوا معايا راه مزلج على حقه وطريقه، كاين السقايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديال السقايات وبالدور ديالو. وبهذه المناسبه نبغي نوجه رساله شكر لاي واحد ساهم بالقليل ولا بالكثير لنا في هذه التواليطات هذه، الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله، والله يتقبل منكم ويتقبل من الجميع رب العالمين. ما عرفتكمش كاملين باش نذكر الاسماء ديالكم، المهم دعيت معكم وغادي ندعي معكم حتى الناس في لي كومونتير. الله يرحم ليكم الوالدين، ما تبقاش تخليوه هكا، تخليوهش غير يترمى وما ديروهش في هذيك ديال التواليطات، راكو عارفين اللي كاين. حسب بحال راه في الدار ديالك، كيما راه في الدار ديالك ما تبقاش دير داك القارط في التواليط، حتى هكا في التواليط ديال الجماعة ولا ديال الدار عند شي واحد، لا ما ترميش في ديك ديال التواليط، راكو عارفين غادي يتبوش. نصور لكم الظهر ديال المسجد، شوفوا المنظر كيفاش كيبان منكم. شوف على منظر تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، واجمل صباح الخير في العالم. وهذا الجو بطبيعه الحال ماليش تلاقاوه في اي بلاصه. وما ادري كتبان لكم في وسط الجبل، هذيك هي الطريق ديال اللي كتجيب لهنا لهاد الدوار ديال فاسح. ودابا راني في الظهر ديال الجامع، كما كتشوفوا معايا هادي داير بحال واحد البيت صغيره من التحت لتحت، كيدبحوا تما الحواله ولا العجل داكشي اللي كيكونوا شراوه. وهذا المربع ولا مستطيله اللي كتبان لكم اون فاس تما اللي كيقصوا اللحم، كيجيو الناس كيجيبوها كرميكا وكيفرقوا عليهم اللحم باش يديروها هكا فوق الطعام. والله يتقبل من الجميع. هذه الكوزينه فين كيديروا اتاي. اسيدي تبارك الله عليكم. والله يبارك فيك، راك مليح. الحمد لله بارك الله فيك، الله يعطيك الخير، الله ينور. هذه البلاصه ديال المطعم سبيل الله. واه كلشي في سبيل الله. دياب واه دياب. وتبارك الله عليك. وشنو كديروا كاع لهنا؟ ايوا كنديروا السمن، بلدي كنديروا الاخر العسل، ايوا نديروا لاتاي الخبز، كلشي موجود، الخير موجود، الخير موجود. عيش. وانت شنو سميو الكنيه ديالك انت؟ ها؟ شنو سميو الكنيه ديالك؟ قاسمي ميمون، قاسمي. واللي كيخدموا معك لهنايا؟ كاع الدراري يعاونوا. ايوا تبارك الله. عاونوا بسبيل الله، اللي يكون فرحان كيعاون. ايوا الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، لا دوام شتاء. الحمد لله. لا لا دوام برا ان شاء الله. والله يتقبل منكم يا ربي. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير، الله ينورك. من قبل هذه البلاصه كانوا يقراوا فيها القران. لحقاش هادي جات في الجامع، ولكن دابا في الوقت ديال الصدقه كيتجمعوا لهنا الناس باش كيشربوا لهنا اتاي. كما كتشوفوا هذيك هي الصبوره واللوحي فين كيقراوا القران، فاي واحد بغى يتذكر الذكريات ديالها، ولاي واحد قرا في هذه البلاصه هذه خلينا في الكومنتيرات. كاين هاد الطوابل هادو اللي مستفين على حقهم وطريقهم، تقريبا كاين واحد طابله زوج 12 طابله غير اللي حسبتها دابا قدامكم. وعاد راهم كيستفوا برا الكراسه والطوابل. دابا غادي نصور لكم هاد البلاصه هادي فين كيديروا الطعام بلاتي غادي نصورها ان شاء الله. دابا غادي نصور لكم هاد البلاصه هادي. ولا نعاود واحد العدد ديال الطوابل هنايا، زعما ديريكت كاين هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي والداخل في الجامعه. راه حتى الداخل هنا في الجامعه راه فاش كيكملوا الصلاه كيديروا تما كياكلوا الطعام زعما. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. الله يعطيك الخير، الله ينورك ان شاء الله. اسيدي تبارك الله، راكم خدامين ها؟ ومع هاد الحرارة هادي، شنو سميو الكنية ديالك باش الناس يعرفوا؟ محمد قاسمي. تبارك الله عليكم. سيدي راهم خدامين ودخلوا الحرارة. الله يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله. تبارك الله عليك سي حسن من صغرك. الله ينورك، الله يعطيك الخير. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، الله يعطيك الخير. شنو سميو الكنية ديالك أنت؟ قاسمي محمد. قاسمي محمد، وهذا حسن من صوري الغني عن التعريف. سي تبارك الله عليك. مرحبا بالجميع. شحال تقريبا كان لهنا من طابلة؟ تقريبا شي 100 جلسة هكا. شحال في الميزان كيكون كاع ديال الناس؟ 1000 كل شي حاجة. تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله عليك أخويا. الله يعطيك الخير، بارك الحمد لله، بارك الله فيك، الله يعطيك الخير، تبارك الله عليك. مرحبا بكم، سي امين ديالنا. تبارك الله عليك. الحمد لله، بارك الله فيك. هذه هي الوالده ديالنا ديال الله فاسير. مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير، مرحبا بالجميع. شكرا، السلام عليكم. من بعد ما فطرت وصورت لكم الجامع وصورت لكم بالتقريب شحال كاينه من طابله، دابا غادي ندير اللي كيديرها اي واحد كيجي لهنا الجبل ديال فاسير، كيمشيو الاول مجي يطلع عنصر، كيمشيو هكا مجي السقايه، ممكن يتشارو كيما نقولوا، فاش كيطلعوا كيجوني يشارو مع الغداء، حتى انا داكشي اللي غادي ندير دابا. وهاد الوعده هادي بطبيعه الحال كيتجمعوا لهنا عائلات والناس، اللي كتكون واحد صلة الرحم هكا بيناتهم. المهم لاي واحد توحش هاد البلاصه هادي يخليها لنا في كومونتيرات، يقول لنا كي جاتكم الدعوه هنايا. مرحبا بك اخويا امير فاسير.
مرحبا بكم في فاسير. مرحبا بكم في فاسير. مرحبا. قول 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 مرحبا. قول بكم فاسير. صافي هي هاد وراه كانت هاد الحانوت هادي اللي هنا عندها الدار هادي ومره كانت هذيك الحانوت اللي هنايا عند الدار وكان راني هاود باش نطلع لعنا نطلبها. مرة راني واصل عند هاد السقايه هادي حتى نرجع من عند البعض نهضر لكم شويه على هاد السقايه هادي. وهذه هي الطريق اللي كتدير للعنصر. المهم وصلنا. المهم دابا كملت هاد لابيس وغادي نجي هاود مع هاد الجبل هذا. وهذه هي المناظر الخلابه اللي كاينه في جبل دوار ايتو فاسير كما كتشوفوا معايا. واحد المنظر رائع. كركب على العنصر لانه كاين تما الناس بزاف. المهم هذا هو العنصر اللي كيخرج منه الماء طبيعي 100% لحقاش راه خارج من الجبل. وكان هذيك السقايه اللي لتحت غادي نهود تما غادي نهضر لكم عليها لانه في الاول كان يخرج غير كما كتشوفوا معايا. من بعد حسن منصوري دار له واحد ديال القادوس هودو حتى لتحت يعني في عوض ما الناس شحال هادي ما كانت تجي حتى لهنايا العنصر ضرب واحد المسافه ديال الطريق باش تسقي الماء. صافي دروك ديك السقايه ولات واجده غير تما عند الطريق وكيجيو الناس يعني من مختلف هاد المنطقه باش كيسقيو من تما. المهم دابا غادي تشوفوا معايا الماء من راه خارج ولكن اللي راه خارج من السقايه راه ماشي هذا من فين كتمشيو الناس لا من هاد التيويله راه كيبان لكم حتى نتوما راه خارج من الجبل يعني راه من الجبل من العنصر للسقايه ديريكت يعني. السي حسن منصوري والدراري تبارك الله عليهم رجال مهام الصعبه هما هادو راه مكلفين بالماء. قبيله كانوا مكلفين بالطوابل والكراسا دابا راه مكلفين بالماء يعني اي واحد جاي يشرب. تبارك الله راه كاين كولات ديال 5 لتر كاينين بحال هادي تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله لاي واحد كيتطوع لهنا سواء بالقليل ولا بالكثير. ديك الكوزينه اللي ليها راه تما اللي كيديروا اتاي هادشي كلشي راه مجالسين لهنايا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. بارك الله عليك. بارك الله عليك. الله ينورك بارك الله فيك. الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله صدقه جاريه باذن الله. تبارك الله عليك يا سي محمد. الله يبارك فيك. الله يعطيك الخير. الله ينورك. الله يبارك فيك اخويا. تبارك الله عليك. الله ينورك. الله يعطيك الخير. الماء البارد حل حل ديك كسمتها حل 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 باش يشوفوا باللي الماء البارد لا باش يشوف هذا راه كامل الماء البارد. هم الله يجعلها في ميزان حسنات لاي واحد تطوع لهنا. هم تبارك الله عليهم كامل. تبارك الله راه ما حدا ما حدا هي كتعمر لنا بك ساعه ولا اي واحد ولا وحده شي هنا يسمح لنا وصافي. سادتنا مر معنا 90 وين تبارك الله ما شاء الله لهنا 48 ساعة غير في هذا البيت هذه بلا اللي داوهم الجهه الاخرى. كما قلت لكم كاين 48 في ديك البيت وكاين واحد العدد منا وكاين واحد العدد في ديك الجهه لحقاش راه عمرها ما نقدرش نفوت من تما. واحد الكلمه قبل ما تسربيوها القصعه. المهم مرحبا بالجميع. الحمد لله حنا غادي نسجلوا الطعام اللي جا عندنا مرحبا به والحمد لله كلشي امور مزيانه الحمد لله وكنتمناو يكون الخير المره الجايه ان شاء الله نتمنى ولا نجمع الشمل ولات فيها السير. ومرحبا للجميع. الله يبارك فيك. شحال كانت تقريبا من قصعه؟ كاين سيدي 100 قصعه ان شاء الله. شحال في المجموع ديال بنادم تقريبا؟ كاين 10 على القصه ان شاء الله. يعني بحال ازيد من 1000 واحد. اكثر من 1000 هذا. تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. تبارك الله عليك خويا بلعي. الله يبارك فيك خويا. يعطيك الخير. الله ينورك. شي كلمه خويا بلعي. ايوا خويا منوش غادي نقول لك مرحبا بالجميع. الله يبارك فيك. الله يعطيك الخير. ها
الدراري تبارك الله راهم قايمين بالواجب ديالهم، يعني كل واحد وشنو الدور ديالو. تبارك الله عليك سي جواد. شي كلمه اخويا جواد. حضرتك مرحبا بكم. الله ينورك، بارك الله فيك. الله يحفظك. موجود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صحه سلامه. ديروا شي باي باي. تبارك الله عليك. العز. هاك. صحه سلامه القناص. تبارك الله عليك. يضربوا ما يخطاش. يضربوا ما يخطاش. حسن يا رجل مهمة صعبة. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم. مرحبا بك خويا جواد. الله ينورك يعطيك الخير. مرحبا بكم. تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم بالصحة والراحة. ونطلعوا الشيخ كامل. تدير بالصحة والراحة. أسيدي بالصحة والراحة. سلمت. الله ينوركم، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفرج. مرحبا بكم في دوار صداقة مكملة إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بكم. دوار فزيل. بارك الله. على بركة الله. قروا قروا. أسيدي بالصحة والراحة. صاب العز صاب الرومي. حسن الرومي. تعرفوا باش تسربي على أزيد من 1000 ديال البشرة راه ماشي سهلة بالمرة. الله يتقبل الله يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله يا رب العالمين. تفضخص 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 الرصاصة مش طبعاً باش يصلحوا الدير ديال الجماعة، باش يصلحوا الطريق اللي كيتوجهوا معها الناس. اللهم يا ربي اصلحهم، يا ربي اصلحهم الدرية ديالهم. اللهم يا ربي بارك لهم في المال ديالهم. اللهم يا ربي بارك لهم في الوليدات ديالهم. اللهم يا ربي اعطيهم ما يتمناو وفوق ما يتمناو. الناس اللي واخا ساعدوا غير بالكلمة ديال الخير، اللهم يا ربي اعطيهم ما يتمناو. اللهم يا ربي اعطيهم ما يتمناو. والناس اللي ما كيساعدوش اللهم يا ربي اهديهم على انفسهم. اللهم يا ربي وفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سيد مريض اللهم يا رب شفيه. اللهم يا رب شفيه شفائه وعافيه لعافيه وداويه بدوائه. اللهم اشفي الشافي لا شفاء الا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. جميع الناس اللي بزاف الناس اللي وصاونا على المرضى ديالهم حنا كنعمو كنعمو جميع ما كنخصوش. اللهم يا رب اشفينا جميعا. اللهم يا رب اشفينا جميعا واشفينا حتى في القلوب ديالنا. اللهم يا رب اشفينا جميعا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. وأجرنا اللهم من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك. تبارك ربنا وتعاليك. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وانظر بنا فيما جرت به المقادر. اللهم يا رب ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بيننا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك قلبا خاشعا ونسالك لسانا ذاكرا ونسالك عملا متقبلا ونسالك رزقا واسعا ونسالك الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم يا رب حبب الينا واليكم الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا يا مولانا من الراشدين تودي القراءه وتودي الصدقه اطلب الله سبحانه وتعالى ان يجعل صاحب دي الاموات الاموات يمر الصدقه جميعا. اللهم يا رب تغمدهم برحمتك الواسعه اللهم يا رب تغمدهم برحمتك الواسعه واشملهم برحمتك الشاسعه. اللهم اغفرهم في هذا اليوم وفي سائر الايام. اللهم يا رب شدد عليهم الرحمات اللهم يا رب اهدهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم وقهم من فتنه القبر ومن عذاب جهنم. اللهم يا رب اغفر لهم ما قدموا وما اخروا وما اصروا وما اعلنوا وما تعلم به منهم. يا ذا الفضل والاحسان يا ذا الفضل والاحسان قد صدق نكثر بالمئات نكثر بالدرجات نحشر بها الخطوات جالبه لكل خير دافعه لكل شر جعل قنطره للجنه جعل صدقه لمحتال الاموات لهم جميعا. اللهم يا رب اغفر لهم بها الذنوب استر لهم بها العيوب فرج لهم بها الكروب شاف بها المرضى شاف بها المرضى شاف بها المرضى عاف بها الصحه عاف بها الصحه. اللهم يا رب ان كان سخط السماء فانزلوا وان كان فاد فاخرجوا وان كان قليلا فاكثروا وان كان كثيرا فبارك لهم فيه وان كان كثيرا فبارك لهم فيه خطوا جميعا ونحشر خطواتنا جميعا فارحم له المرحوم فينا لانه شمر الله شافيه لانه شمر الله تقصاه. اللهم يا رب اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارفع بغتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اخواني ساموا في الطريق وساموا في العمل ديال المسجد وفي البير ديال المسجد الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم. اللهم يا رب بارك فيهم وفي اموالهم وفي ازواجهم وفي اولادهم. اللهم يا رب احفظهم بما حفظت بالحكيم. اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم. اللهم يا رب احفظهم في السفر الحضر اللهم احفظهم في السفر الحضر. اللهم كن لهم وديا وبصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا رب احفظهم في اينما حلوا وارتحلوا. اللهم يا رب احفظهم اينما حلوا وارتحلوا. كذلك اخذ النفس ومن طبعه سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يبارك في علمه وان يبارك في اولاده وان يحفظه بما حفظ الحكيم. طلب جميع الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا جميعا. اللهم بارك فينا وفي اولادنا وفي ازواجنا. اللهم يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب اختم الصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا وتوفنا وان طرادنا عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ولمن له حق علينا ولمن استوصانا بالدعاء جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه. اللهم وفقه للخير واعينه عليه. اللهم اصلح على يده البلاد والعباد. اللهم كن له وليه نصيرا ومعينا ظهيرا. اللهم يا رب انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفره والمشركين اعداءك اعداء الدين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الى كنش. كبار وما طولنا عليكم ولكن طاولة فيها غير خير. الناس اللي كيسافروا للخارج ويجيو اللهم يا ربي كلهم سالمين وردهم الغانمين. اللهم يا ربي كلهم سالمين وردهم الغانمين في الكاس ديالهم. اللهم يا ربي احفظهم العام. اللهم يا ربي احفظهم الجنة. اللهم يا ربي نجنا من سم الحديد. اللهم يا ربي نجنا من سم الحديد. اللي ساهموا في هذه الجماعة ويجمعوا الجماعة. اللهم يا ربي اجمع شملها. جماعة كاملة اللهم يا ربي اجمع الشمل. اللهم يا ربي اجمع شملها ووحد كلمتها. الجماعة اللهم يا ربي وحد كلمتها. اجعلهم اخوان على سرور المتقابلين. اجعل بينهم مودة ورحمة. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب احفظهم واستعملنا. اللهم يا رب احفظهم واستعملنا. اللهم يا رب احفظهم بالحسنات وفعلهم بالدرجات.